هذا عندي اللحم اللي فحته توني الحين ابي ابلش معاكم، اعطيني البصل وهذاك يا يمي كم كم هذا البصل، حطيت البصل بالطاجن هذا، عقب ما حطيت البصل ابي احط الثوم، البصل نص استواء نص سلق البصل ها نص حمص عفوا، الحين بحط الكزبره فوق الخضره هذه، هذا نص بهارات كزبره، وهني نص بزار، وهني نص دارسين، وهني نص بهارات اللحم، وهني الهيل كله، نزيل الكركم، الكركم نزيل شويه البهارات ثانيه، ايوه حطيت من كل بهارات نص عرفت. والحين ببدي اصف اللحم، هذا اللحم طبعا سلقته والملح، وبضيف فوق الطماط والفواكه المجففه.